إنه لشرف لي كبير أن أكون معكم اليوم ضمن فعاليات إطلاق البند الخاص بدعم التعليم ما قبل المدرسي، تنفيذا لبرنامج الحكومة التي تولي عناية خاصة للطفولة الصغرى باعتبارها أساس التنمية الاجتماعية ومبتدأ المنظومة التعليمية. وانطلاقا من ذلك عد القطاع برنامجا طموحا يتصدر أبعاده الثلاث توسيع عرض خدمات التعليم ما قبل المدرسي ليشمل الأسر والفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى البعدين المتضمنين ترقية المقاولات النسوية وتمكين ودمج الأشخاص والاحتياجات الخاصة. وفي هذا الإطار أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لحرم فخامة رئيس الجمهورية الدكتورة مريم محمد فاضل ولده على اهتمامها بالفئات الهشة من المجتمع وأياديها السخية التي لا تفتأ تقدم الإعانات المادية والمعنوية لمؤازرة مواساة القانونيين والمتعففين.